من تعز معي العميد عبد الباسط البحر المتحدث الرسمي للجيش الوطني هناك. مساء الخير، اهلا بك معنا سياده العميد. بدايه لو نقف على اخر تطورات في معارك بمحيط المطار في الحديده، وفي قوات موجوده في دريهمي مستعده للانطلاق نحو المدينه، مدينه الحديده وتامينها. حياكم الله والسادة المشاهدين جميعا. الحقيقة معركة تحرير الحديدة انطلقت وبقوة بوتيرة عالية. القوات قطعت أكثر من 100 كيلو متر تقريبا الذي تم تحريرها في الأيام القليلة الماضية. تقف اليوم في منطقة الدريهمي وقرى الطائف الساحلية القريبة من ميناء الحديدة على بعد أقل من 15 كيلو متر. هناك ايضا اكثر من 16 طلعه جويه لطيران التحالف العربي ضد اهداف واماكن تمركز الميليشيات. القوات الشرعيه والجيش الوطني دفع بتعزيزات راس العسكري قادم من المخا باتجاه الحديده. هناك ايضا تعزيزات بشريه اخرى الى الحديده لاقتحام المدينه. اعتقد ان تحرير ميناء الحديده اصبح يعني محسوما وفقا للمعايير العسكريه، والتقدم في الحديده وتحرير الحديده سيكون له ما بعده، سيؤثر او سينهي تقريبا الانقلاب، سيكون نهايه حتميه وضربه قويه وموجعه للانقلابيين، وسيحشرهم في المناطق الجبليه الداخليه وسيعزلهم تماما عن العالم، وايضا سيحرمهم من الاستفاده من ميناء الحديده الذي كانوا يرتجوا العالم من خلال مضايقه الملاحه الدوليه باطلاق الصواريخ والقوارب المفخخه او الالغام البحريه. اشياء كثيره ايضا كان يتم تهريب السلاح الايراني، وكان ايضا يتم المتاجره بالمساعدات الانسانيه. تحرير ميناء الحديده هو ايضا سيؤدي الى انسياب المساعدات الانسانيه والاغاثيه الى الداخل اليمني. نعم. لان الميليشيات كانت تتاجر بالمعاناه الانسانيه وتقوم بالنهب والمصادره والاكثار بالسوق السوداء لهذه المساعدات. طيب بالمرحله هذه من الخطوه العسكريه، ما الذي ستشمله؟ خاصه بانه انتم تتحدثون عن خطه عسكريه محكمه ستفاجئ الحوثيين، يعني لن يتوقعوها، وبنفس الوقت عن إلمام كبير بالداخل وعن مواقع جديدة لثكنات الحوثيين رصدتموها، وفي نفس الوقت هم يستخدموها مراكز لتجمع المدنيين. نعم، الميليشيات الانقلابية لجأت إلى استخدام بعض الأماكن التجمعات مثل أيضا الجامعة، جامعة الحديدة اخلتها من عناصر قوات الامن المركزي التي كانت تحرس هذا المبنى، ودفعت بمجاميع من مقاتليها للتحصن، وايضا دفعت بقناصات الى بعضها، وايضا دفعت بموهات اسلحه في اماكن يعني سكن للمواطنين. لكن سيتم التعامل مع هذه، انا استطيع ان اقول لك ان الحرب هناك هي حرب نظيفه، يعني تستخدم فيها الأسلحة الذكية والتي تجنب المدنيين الآثار الجانبية سواء من طيران التحالف أو من الدوارج الحربية. يتم استهداف الأسلحة والأماكن العسكرية وأماكن التمركز القيادات. تم استهداف اجتماع سري لقيادات الميليشيات، وتم مصرع أحد القيادات الميليشيات المسؤول عن التعزيز للميليشيات الى جبهه الحديده اسمه ابو عزرائيل، تم استهدافه بدقه بالغه. فالاسلحه التي تستخدم هي اسلحه ذكيه وموجهه، وايضا لا تحدث اثار جانبيه بالنسبه لصفوف المدنيين. طيب مع اهميه المعركه وكون طبعا اخر منافذ الحوثيين، ثمه ما يحدث ايضا في صعدة، حتى أن هزائم الحوثيين هناك باتت تؤثر في عملية تعزيزاتهم، ماذا يحدث؟ الحقيقة الميليشيات يعني تضرب في ثلاث جبهات رئيسية. جبهة الساحل الغربي التي سيكتمل تطهيرها بإذن الله وسيطر على ثاني أهم الموانئ وأكبر ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، وهو ميناء الحديدة، وبالتالي سيتم قطع الشريان الانقلاب المالي والعسكري. لان ايضا هذا الميناء كان يدر على الميليشيات ما يتجاوز 10 مليار شهريا.
وتستفيد منه في دعم يعني استمرار الحرب. ايضا هناك المعركه الاخرى في صعده وهي المعقل الرئيس والمركز مركز تواجد الميليشيات، فا ايضا في تقدمات كبيره وتحرر مديريات باكملها والجيش يتقدم في هذه المناطق. فاعتقد ان الميليشيات بدات تنفذ انفاسها الاخيره وهي المراحل الاخيره، وان شاء الله الحسم قريب ان شاء الله. انا اشكرك جزيلا من تعز سياده العميد عبد الباسط البحر المتحدث الرسمي للجيش الوطني هناك.